يعلم المخدوع العواقب الوخيمة الذي سلم قياده للشهوة وللنساء وللأشرار ودعاة الفتنة، يعلم عما قريب خسارته التي لا تعوض والعياذ بالله. المسلمون على النزاهة، المسلمون على النزاهة والتقوى وإكرام المرأة. لا تحسبون هذا إهانة للمرأة، هذا إكرام لها ومحافظة عليها من أن تنهشها الكلاب ويتجرى عليها الفساق. الله جل وعلا قال لنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يغطين وجوههن بطرف الجلباب وهو الجلال الكبير، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. يعرفن بإيش؟ يعرفن بالنزاهة، فلا يطمع بهن أحد. إذا رأوها متحجبة خلاص ما يطمع بها أحد، لكن لا رأوها متهتكة ومتزينة ومتطيبة ومترجلة طمعوا فيها. ذلك أدنى أن يعرفن، يعني بالعفة والنزاهة، فلا يؤذين، ما يطمع بهن أحد. فالحجاب فيه سلامة لهن، أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ما يتعلق بها الفساق وأصحاب الشهوات. نعم.